وسهلا. اليوم ان شاء الله زعما صراحه ملي جيت من الكونجي دابا غنتلاقى مع صاحبتي اللي كنعاود لكم عليها، كنقول لكم صاحبتي واختي وحبيبتي وكاتي هاد الاسرار ديالي هي هاد الاخت هذه السعوديه. ما نكذبش عليكم راه صعيب في هذا الوقت صراحه تلقاي شي انسانه يعني ثقه وشي انسانه اللي غادي تعاودي لها سرك ويبقى في بير، وهي كذلك تعاود لك سرها وتبقى ويبقى في بير. راه صعيب صراحه، الانسان ما كيبغي يختار الصداقه، ما كيختارش المظاهر، كيختار المعدن ديال الانسان. وهاد السيده صراحه المعدن ديالها ثقيل 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 بزاف وصعيب تلقى في هذا الوقت. الله اش غنقول لك، الله يبعد عنا شر الخلق. هادشي اللي كنطلب من الله سبحانه وتعالى. اليوم عرضه عليا غادي نمشيو نتعشاو ان شاء الله غدا وعشاء. انا وصحت العشاء دائما التوقيت ديالنا مع الوليدات والمسؤوليه الله كنسالي ونخرج هاد الوقيته. ايوا كنتمناو ان شاء الله ندوزو وقيته زوينه ان شاء الله يا ربي مع صاحبتي وحبيبتي كيف قلت لكم، وكنتمنى حتى نتوما تكون عندكم شي صديقه وشي اخت بحال هاد الاخت ديالي. كيعجبني هاد المنظره كما كتكوني هابطه هاد المنظره زوين تبارك الله والشتاء. واليوم تبارك الله جات واحد الشتيوه زوينه الحمد لله يا ربي الله يعطينا على قد النفع. امين. احنا في اورير داخلين الاورير. هذه هي الريستورون اللي جينا لها انا وصاحبتي اللي عرضت عليا باش نتعشاو فيها، هي هذا الريستورير زعما الريستورون. سالميت اول مره كنجي ليها. هذه جات في اوريل دخلة دايرين هاد افيرنو ماعرفتش سميتو ما عرفتش الاسم هو هذاك ولا لا. قبيله اللي شدينها، المهم ريستورون زوينه تقليديه. فيها لي سباس زوين كبير تبارك الله ما شاء الله. هانتوما كتشوفوا كيف حتى الفوق دايره دايره بحال شي رياض. فيها الفوق يعني هاد البلاصه التحتانيه وفيها الفوق هكذايا، فيها الفوق كاع منك للسطح. هنا هي كاينين تغسلي يديك وعاوتاني جلس في هاد الخيمه هكذايا. هادشي كيكون في الصيف، دابا اليوم كاينه الشتيوه. الطبق ديال السعدي شنو كيتسمى هذا الطبق اللي حطوا لنا؟ تنيلت. تنيلت إيه. انا سميت الكافي نوك بيزا نوك والفيفلا وماتيشا والبطاطا وخيزو والزيتون كلشي مشرمل. ايه كلشي مشرمل زوين. دابا هذه الشطاطه ديال تنيلت. تنيلت السميت ديال الريستوران. ايوا ندوقوها نتمناو تعجبنا. انت راه ديجا كليتيها وعجباتك. ايه كليتيها. انا اول مره غناكل عندهم الصراحه. زوينه الماكله ديالنا ان شاء الله. يلا بسم الله. دجاج هذه البسطيله الطبق الثاني. البسطيله ياك البسطيله ديال الدجاج. ايوا شوفوا باش ما تقولوش صاحبتي راه ما كبراتش بيا وما فرحتش بيا. هذا الطبق الثالث اللي هو الدجاج متغمره ياك. ايه تبارك الله ما شاء الله تبارك الله عليكم. وقلت الطبخه تبارك الله عليها هي كيدو مزيان الدجاج. تبارك الله ما شاء الله. حتى الناس اللي خدامين هنا تبارك الله ما شاء الله يعني تعاملوا زوين وكيرحبوا بالكليان ديالهم.